لنعد إلى السموسي، إنه صحي جدا، فالليمون هو منظف طبيعي، وهذا السموسي سوف ينظف كبدكم وكليتكم لتبقى في أحسن حال، كما أن الليمون واللايم هو مصدر ممتاز للفيتامين سي، وهو فيتامين أساسي لنمو النسيج الضام وحمايته. النسيج الضام هو نسيج الدهون والعضلات والعظام التي تشكل بنية الجسم. أنا متأكد أن هذا السموذي لذيذ جدا، إنما لم يكن بحجم أكبر سموذي تم صنعه، كان ذلك في أونتاريو كندا. هذا بالفعل سموسي ضخم جدا، إنما قد لا يكون لذيذا مثل هذا. نبدأ الآن، سوف أقطع الموز. طبعا هنا لدينا 4 حبال من الموز. نزيل القشر عن الموز كما تشاهدون. ثم نزيل النهاية، نهايات قرن الموز من الأول إلى الآخر بهذه الطريقة. نقوم بتقطيع الموز إلى قطع صغيرة. في البداية سأضيف 3 حبات موز حتى نرى الطعم في السموسي. نضيف الموز كما تشاهدون، ومن ثم نضيف الفراولة. هذه الكمية تكفي 4 أشخاص كما ذكر. نضيف بعض اللبن وبعض عصير الجوافة، سكر البني، والتوت البري، بعض الآيس أو بعض الثلج المطحون. هي الطريقة سهلة كما ذكر، كما تشاهدون نضعها في الخلاط. وسنبدأ الآن فقط، نريد أن نخلط المزيج لأقل من دقيقة كما تشاهدون. الآن أعتقد أنه جاهز. طبعا الفراولة والجوافة من الفاكهة الصحية، وهي مفيدة ومغذية جدا للجسم لأنها تحتوي على فيتامين سي وفيتامين اي وبي التي تساهم في نمو النسيج الجسم وعضلات الجسم والعظام، بمعنى أنها تفيد في تكوين بنية الجسم التي هي مؤلفة من العضلات والعظام. تنصحها يعني للاطفال هذا؟ هذا الاكل كثير صحي، وننصح به لجميع الاطفال، وخاصه عند الصباح. عند الصباح او بعد الاكل، لانه يساعد ايضا في تسهيل الهضم. في تسهيل الهضم تقريبا
كما ذكرت كمية تكفي لأربع أشخاص. ممكن أن نزين الكوب من العصير ببعض الفراولة المقطعة. دائما عندما نريد أن نزين